بسم الله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الله تعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهذه كما قيل ثلاثة تجارات لا تعرف الخسارة: تلاوة كلام الله عز وجل، وإقامة الصلاة، والصدقة. فتلاوة كلام الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإقامة الصلاة، روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: والصلاة نور. ونص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وأما الصدقة فنذكر حديث، والحديث كثيرة في هذه الثلاث مواضيع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفاد العلماء من هذا الحديث أن كلما أذنب الإنسان ذنبا فيتصدق بعده فبإذن الله يغفر الله ذلك الذنب، ونسأل الله من فضله، ونسأل الله العفو والعافية. الله يجزاك خير. وإياك يا أبو عبد المحسن. إنما يخشى الله من عباده. الله. كثير من الناس يختلط عليه، فإذا قرأها إنما يخشى الله من عباده هنا تغير المعنى تماما كليا. نعم حسنت. طيب كيف أضبطها؟ كيف ما أنساها؟ بالدربة وبالتلاوة وبالقراءة والسماع، كما قلنا في حلقة سابقة أن سماع القرآن هو خاصة الآن مع وسائل العصر الحديثة يجعل يعني حفظ القرآن وقراءته قراءة سليمة، حتى الأداء، حتى الآن لما تسمع قارئ مشهور وقارئ ذا صوت حسن يجعلك تقرأ القرآن بسلامة وتقلده وتقرأ بصوت جميل. حتى جميل، لكن أنا ماني بقرأ كل يوم، أناني أنسى، فأحيانا تجي الآية وأوقف. ترايكم شو الحل؟ وكلم الله موسى من الله، صح؟ ما نقول وكلم الله، وكلم الله موسى تكليمة. طيب ليه هنا ضمة وهنا فتحة؟ طيب كيف أفرق بينهم؟ كيف أعرف؟ أنا شخصيا عجزت أنسى، لكني ثبتها بشيء واحد عجيب. إيه، الضمة وشكلها شكل واو ولا لا؟ واو. نعم الضمة شكل الواو. نعم صغير.
وكلم واو وكلم، فصرت إلى قريت وا في بداية الآية وكلم، فهمت أنا طبعا هذا شخصيا أنا يعني خطة شخصية أنا ربط شخصي يعني، فصرت إذا قلت وكلم ما دام فيها الواو هي ضمة، عرفت الفكرة؟ فما عاد نسيتها أبد ما شاء الله. إنما يخشى الله ما فيها واو،